السلام عليكم. إيران أخطرنا الوكالة الدولية بعزمنا على إنتاج اليورانيوم النقي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن إيران أخطرت الوكالة الدولية قبل 9 أيام بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقي، وأنها بدأت الخطوة العملية لذلك. وقال أبادي: نستنتج قريبا أول كمية من وقود سليسايد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وأضاف: سنستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتصنيع وقود سليسايد لمفاعل الأبحاث، الوقود المنتج من اليورانيوم، نوع متطور من الوقود النووي، ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عدد قليل من الدول في العالم. وتابع: بدأنا الأبحاث والدراسات لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر. وشدد المسؤول الإيراني على أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجود إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.